السيدات أيها السادة، السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يسعدني ويشرفني أن أحضر معكم اليوم حفل توزيع جوائز التميز الصحفي المنظم من طرف لجنة صندوق الدعم العمومي لصحافة موريتانيا بهدف تكريم الأعمال الصحفية الوطنية المتميزة للعام الجاري وفق مقاربة تسعى لتحسين المخرجات الصحفية وحث الصحفيين على تناول القضايا الوطنية بكل موضوعية هو إيجابية والمساهمة في تدعيم قيم المواطنة والعمل على تعميق الوعي العام لدى المواطن. السيد الرئيس، أيها السيدات، أيها السادة، تندرج هذه التظاهرة بشكل خاص وزيادة صندوق الدعم العمومي للصحافة بشكل عام في إطار جهود حكومة معالي الوزير الأول السيد محمد بلال مسعود الهادفة إلى تجسيد تعهدات فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولي الشيخ غزواني بما يخص تمهين الحق الصحفي. وفي هذا الإطار نذكر من بين أمور أخرى إقرار قانون يقضي بتوسيع مهام السلطة العليا للصحافة والصحفيات البصرية لتشمل ضبط الإعلام الجديد والإعلام الرقمي وإعلام التواصل الاجتماعي، فضلا عن زيادة أعضاء اللجنة وترفيع مستوياتهم وتعزيز دور الهيئات الصحفية والطيب السياسي المعارض. وفي هذا السياق وفي السياق ذاته تم إصدار مصدوم ينظم الخدمة الصحفية الإلكترونية، كما نعمل حاليا على برمجة مشروع القانون الصحفي المهني الذي اكتملت عملية التشاور الموسع حوله والعمل على اعتماد شواهد مرجعية بهدف إعداد استراتيجية إعلامية شاملة للقطاع موازاة مع العمل على وضع برنامج متكامل لتكوين وتأهيل العاملين بالقطاع ودعم قدراتهم والرفع من كفاءتهم وتحسين خبراتهم بمحاولة لدعم القدرات الذاتية للمؤسسات الصحفية على مستوى القطاعين الخاص والعام سبيلا إلى سد النقص الملاحظ في المجال. السيد الرئيس، أيها السيدات، أيها السادة، ستواصل الحكومة تجسيدا لتعهدات فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولي الشيخ غزواني العمل على زيادة مخصصات صندوق الدعم العمومي للصحافة وتفعيله بما يضمن المساهمة العملية في تمهين الحق الإعلامي كي يلعب دوره كاملا في تطوير الممارسة الديمقراطية وبناء وتكريس دولة القانون والمؤسسات. وفي الختام أهنئ الفائزين في هذه المسابقة ولجنة الإشراف وكذا اللجنة المشرفة على تسيير الصندوق ومن خلالها السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية، وأشكركم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.